طوفاني الفقيه السوري علي طنطاوي قال، الفقيه السوري علي طنطاوي رحمه الله هو فقيه أديب، هل تعلمون ما هي الثقافة البائسة؟ إذا أعطاني هدية أعطيته، إذا أعطاني هدية أعطيته، إذا اتصل بي اتصلت به، إذا حضر عزيمتي أحضر عزيمته، حتى العزاء إذا عزاني أعزيه. هذه الثقافة تسمى بائسة، ثقافة هذه بتلك، تيت فور تات كما كيقولوا نجلزا، هذه بتلك. لا تعامل الناس في العواطف والهبات والهدايا بمقياس البيع والشراء، البيع والشراء والمقايضة هذه بتلك، ولا بميزان الربح والخسارة، بل عاملهم بالكرم والجود، ومن منعك شيئا فأعطيه أنت، ستعيش مرة واحدة على هذه الأرض. إذا أخطأت اعتذر ولا تكن صامتا، اجعل من يراك يتمنى أن يكون مثلك، ومن يعرفك يدعو لك بالخير، ومن يسمع عنك يتمنى مقابلتك. فمن تعطر بأخلاقه لن يجف عطره حتى لو كان تحت التراب، زود الحبق مثل الحبق، ولو دعسته ومزقته مع التراب تجمعه فتجد رائحته، لا يضيع رائحته أبدا. إذن فإن كنت تطلب رتبة الأشراف فعليك بالإحسان والإنصاف، وإذا اعتدل خل عليك فخله فخله، والدهر فهو له مكاف كاف. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير وربحه غير محض الخير خسران. أحسبن إلى الناس، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الناس الإحسان، الناس الإحسان أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإنسان إمكان. عاشر بمعروف فإنك راحل، واترك قلوب الناس نحوك صافية، واذكر من الإحسان كل صغيرة، فالله لا تخفى عليه خافية. لا منصب يبقى ولا رتب هنا، أحسن فذكرك بالمحاسن كافية، واكتب بخطك إن أردت عبارة، لا شيء في الدنيا يساوي العافية. لكن اعلم كما قال بعض الفقهاء الكبار أنك لن تعجب جميع الناس ولو كنت أحسنهم، ولن تزعج جميع الناس ولو كنت أسوأهم. عش حياتك بعيدا عن وهم إرضاء جميع البشر. كلام من ذهب. والكريم في المال يكون كريما في كل شيء، في العاطفة ومساعدة الآخرين وغيرها. هناك من يعتبرون أن الإنسان إذا اعتدى فهو ضعيف، وإذا قصد رفيقه فإنه خفيف. وهناك من يقول لا، بل احتقر من احتقرك، لأنه إذا احتقرك وأكرمته سيتجرأ أكثر. إذن الله موفقنا. هناك ناس ليس على طبيعة واحدة، فهناك من يبادر صديقه الطيب والعز بالسلام، ويتمنى له التألق والتميز دائما، ويمسيه ويصبح بالياسمين والتفاؤل. فهذا ما يمكن أن نقول في هذا الجانب، والإنسان يختار ما تميل إليه قلبه.
إذا نبدا عن هذا الفقيه السوري الكبير علي الطنطاوي، يسمى محمد علي بن مصطفى الطنطاوي المعروف بعلي الطنطاوي، في هجريا ولد 1327 وتوفي 1420 وميلاديا 1999 عاش 90 سنة، فقيه وأديب وقاضي سوري، نعد من كبار أعلام الدعوة الإسلامية والأدب العربي في القرن العشرين، يقولون هو الفقيه الأديب والأديب الفقيه، رأس اللجنة العليا لطلاب سوريا 30 لثلاث سنين، وكانت لجنة طلب هذه بمنزلة لجنة فدية للكتلة الوطنية التي كانت تقارع الاستعمار الفرنسي لسوريا. كان أديبا مرموقا، كتب في كثير من الصحف العربية لسنوات طويلة، أهمها ما كان يكتبه في مجلة الرسالة المصرية لصاحبها أحمد حسن الزيات، واستمر يكتب فيها 20 سنة من 1933 إلى حتى احتجبت 1953. عمل في سلك التعليم، فكان القاضي الممتاز في سوريا، ونقل مستشار لمحكمة النقد في الشام، ثم مستشار لمحكمة النقد في القاهرة أيام واحدة مع مصر. كلف وضع قانون كامل للأحواش في عام 1947، وفد إلى مصر مدة سنة، فدرس مشروعات القوانين الجديدة للمواريث، أظن أن له تفسير في القرآن، تفسير الطنطاوي علي الطنطاوي أظن، إن كان هو فقد أزاد. تحية، وهكذا نكون قد أنهينا هذا البودكاست، أرسل إليكم تحية طيبة وعطرة من ضواهي قدير، وإلى اللقاء حتى نلتقي إن شاء الله على متن بودكاست آخر ثقافي مثل هذا. أرجو لكم الفرجة والاستمتاع، وأحييكم إلى اللقاء.